نقول لمرأة صالحة اغزر لها يغزر روحك في المراية، اسكو الاخلاق نتاعك تستحق مرأة صالحة والا لا؟ سهلة برشا برشا، نحبوا ناخذ مرأة ما شاء الله، والمرأة نحب ناخذ راجل ما شاء الله. المرأة اللي تحب تاخذ راجل ما شاء الله، اسكو الاخلاق نتاع الرجل هذيك في موجودة فيك؟ سينو لهنا تولي ظالمة نفسك وظالمة ولد الناس، ولا ظالم روحك وظالم بنت الناس. انا توبي دعي الذنوب والمعاصي، فالعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أتعلم لماذا يجب عليك أن لا تحزن إذا أزاح الله شخصا من حياتك؟ لأن الله سمع محادثات أنت لم تسمعها، ورأى أشياء أنت لم تراها، واتخذ خطوات أنت لن ولم تستطيع أن تتخذها.